زايد بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طالبات البكالوريوس ودفعة الرابعة من طلاب البكالوريوس. سموه أكد في كلمته للخريجين أن كل منكم لديه أحلام وطموحات، وأنكم تعيشون في دولة تعودت على تحقيق الأحلام. إن نجاح المرء في حياته أيا كان موقعه وطبيعة عمله مرهون باستعداده للمثابرة وتحمل المشقة، فالناس التي تبذل وتعمل بجد وإخلاص للإمارات تعيش حياة كريمة وسعيدة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أثناء حضور احتفال جامعة زايد بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طالبات البكالوريوس والدفعة الرابعة من طلاب البكالوريوس، إلى جانب دفعات من برامج الماجستير في مختلف تخصصاته، بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح رئيسة جامعة زايد. ثم ألقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي كلمة أكدت فيها أن الدولة تدعمهم لشغل مواقعهم والمهنية في سوق العمل والقيام بمسؤولياتهم وأدوارهم الجديدة في مسيرة التنمية. ثم ألقى ممثل الخريجين كلمة عبروا فيها عن سعادتهم لما وصلوا إليه من علم ومعرفة، وأن يؤدوا الواجب المنوط بهم بكل اقتدار والمساهمة في مسيرة النجاح المتجدد. بعدها وزع سمو الشيخ عبد الله بن زايد الشهادات على 1464 طالبا وطالبة من خريجي العام الدراسي 2014-2015. الحمد لله تخرجنا اليوم، وشعور مميز جدا، وإن شاء الله الماجستير والدكتوراه يا رب العالمين. الحمد لله اليوم أتممنا 4 سنوات من المثابرة والجهد، وجاء اليوم اللي رد الجميل للوطن، وأهدي تخرجي لصاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه. وبذلك يبلغ إجمالي عدد خريجي جامعة زايد منذ أن تأسست في سبتمبر من العام 1998 9563 طالبا وطالبة. عندنا في الجامعة يعني نهيئهم لسوق العمل لوظائف معينة، بالإضافة لتهيئتهم لبدء أعمالهم الخاصة فيهم كذلك. فيعني من ناحية هذه يعني نأمل أنهم مع تخرجهم يكونون جاهزين، إذا ما أخذوا وظائف في سوق العمل فهم يخلقون وظائف وهم اللي يبدأون أعمالهم الخاصة بهم بإذن الله. مسؤولية تقع على كاهل الخريجين والخريجات من خلال استنفار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية والوفاء بها لهذا الوطن.